نروح من فرنسا نروح لإنجلترا. مانشستر سيتي حقق فوز مهم على نوتنغهام فورست بهدفين دون مقابل في المباراة اللي أقيمت على ملعب للاتحاد معقل السيتيزنز، ده ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي موسم 2023-2024. أحرز فيل فودن الهدف الأول للسيتيزنز في الدقيقة السابعة، ثم أضاف إيرلينج هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 14، وبيتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة من المباريات اللي لعبها في الجولات الستة الماضية. جوارديولا كمان بيحقق رقم مميز، راجل حقق ست مباريات فوز في الدوري الإنجليزي، وشبكة سكواكا الإنجليزية قالت إن جوارديولا أصبح أول مدرب في تاريخ البريمير ليج ينجح في قيادة فريق لتحقيق الفوز خلال أول ست مباريات خلال موسمين مختلفين. أرقام مختلفة وأرقام كبيرة جدا بالنسبة لبيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي.